بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. إصابة 4 أشخاص بجروح جراء 8 حوادث سير متفرقة في ريفي حلب وإدلب وفق منظمة الدفاع المدني السوري. وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 8 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية حاولوا مهاجمة منطقة درع الفرات بريف حلب. مقتل 4 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين بهجوم لخلايا تنظيم الدولة استهدف نقطة عسكرية في بادية الطبقة غربي الرقة. منظمة الصحة العالمية تقول إنها دعمت محافظات الحسكة ودير الزور والرقة وحلب بنحو 2 مليون جرعة لقاح ضد الكوليرا عبر فرق اللقاح الجوالة. الحكومة السورية المؤقتة تؤكد في بيان تمسكها بمبادئ الثورة السورية وأهدافها وتنفي ما تداولته وسائل إعلامية حول ترحيب الحكومة بالتقارب التركي مع نظام الأسد. مركز جسور للدراسات يقول في تقرير إن الاهتمام السياسي بالملف السوري تراجع خلال عام 2022 بسبب حرب أوكرانيا، وهو ما عزز حالة الجمود السياسي والعسكري في البلاد.